السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديد صمدي. هنها إن شاء الله نتكلم على واحد الموضوع اللي هو في الحقيقة خطأ في حماية أو المحافظة على الأرانب من البرد القارس. سبق لي درت واحد الحلقة، درت باللي تقدروا أنكم تديروا كاشة بحال هذه، أنكم تدفيوا بها القفص ديالكم من الجوانب، من هذا الجانب من هنا وفوق، يعني ممكن انكم تغطيو الكاش ديالكم كامل. انتم كما كتشوفوا معايا، انتم شاكينه في الارض، انتم راه هاد المنطقه تبارك الله صبت الشتاء هاد النهار، صبت الشتاء راه مزيانه. انتم كما كتشوفوا الجو راه بحال اللي مغيم. المهم في الليل كتكون الشتاء بزاف. بالنسبه للكاشه وبولا، انتم البولا راه شاعله للتدفئه، والكاشه انا كنشدها كنحرك الكاشه كامله هكا وكنغطي كلش، هادشي كامل كيتغطى. هي مزيانه، يعني بزاف لي كومونتير جاوني قال لك مزيانه هاد الطريقه، داروها الناس وصدقت مزيان. انتم حتى العشه راني ندرقها بالكواش، انتم داير غير الكواش، كلشي داير الكواش انتم، ومن التحت داير الميكا على حسب تجميع الفضلات، وفي نفس الوقت هي حمايه من البرد من اسفل. هادشي كلشي مزيان. في لي كومونتير جاتني واحد السيده الله يذكرها بالخير، يعني قالت لي انا كنغطي الارانب ديالي من 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 من, من الفوق بالميكا، يعني هاد الميكا هاد الميكا هي كديرها من هنايا من فوق. قالت لي وراها مزيانه، يعني قالت لي اسمه هو الراي ديالك. انا جاوبت هاد السيده وبغيت هاد الاجابه نشارككم اياها. الميكا اول حاجه خفيفه، يعني ماشي بحال الكاشه، يعني ملي كتحط كتكون ثقيله على على على, على الكاج، وخا يضربها فيها البرد ما غاديش يطلعها. ثاني حاجه ان الميكا الا مشيتو تادرتوها من فوق وكانت البوله شاعله، سمو كيوقع ان تسليط الحراره على الميكا سمو كيدير واحد ندى من تحت ديال الميكا، يعني من السقف ديال الميكا سمو كيوقع هذاك الندى كيتحول لقطرات. ملي كيتحول لقطرات كيبقى يندي عليهم. كونوا متاكدين ان بهذه الطريقه انتم ما غاديش تعيقوا بها والو، ولكن ملي غتنوضوا في الصباح غادي تلقاو الارانب ديالكم مراضين بالرواح. علاش؟ لان الليل كله وكي داك الشيء القطرات كيقطروا عليهم من الفوق، انتم ما عارفينش علاش هما كيمرضوا بالرواح، يعني الرشح، الزكام، العطيس، اي حاجه من هذا النوع، على عاوتاني انسداد المسالك التنفسيه، كتلقى شي ارنب مغلوب. المهم كل شيء هذا الشيء ما يمكنش انكم ديروا واحد 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 الخطا بحال هذا، يعني ديروا الميكا من الفوق وتخليوا الندى كيتجمع من 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 يعني السقف ديالهم وتخليه يقطع عليهم الليل كامل. هي اغلبيه كتكون في الليل، لان يعني نتوما ملي غادي تغطيهم غتغطيهم في الليل، ولكن هذا راه خطا، لان جربتها انايا كندير. علاش انا بغيت نجاوب هذه السيده ومتاكد من هذا من هذا من هذا الاجابه ديالي؟ لان كدير عليهم باش بحال هذاك الباش راه الازرق، هذا الباش هذا كنت كنغطي به هذا الكاج هكا. ملي كنغطي به الكاج الى تحت، انا كنوض في الصباح الباكر، ملي كنوض كنحيد الباش كنلقى الماء كاين من داخل، يعني هذاك الماء راه كيتجمع كندى، كيكون هو في ندى كيتجمع كقطرات وكيطيع عليهم، كيبدا ينقط عليهم. ملي كيبدا ينقط عليهم هما كيمرضوا. علاش؟ لانك كتقطر عليهم الليل كامل، هو من لا ما يكون خارج كيدور باغي ياكل مثلا، وانت كتقطر عليه بهذاك الماء سمو كيوقع كيكون يعني هو سخون واحد شويه، لانك انت داير له هذاك الكوفير، يعني تغطيه مزيانه، ولكن الماء كيبقى يتجمع وكيبقى يطيع عليه وتما كيمرض. عكس الكاشه انتم كما كتشوفوا هي من الصوف، او ممكن انكم ديروا زربيه من الخيط، ماشي مشكل حتى هي، ان غير تكونوا مغطينها هكا هاد البوله هادي، واخا غادي تسلط درجه الحراره على 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 الارانب ديالك غادي يسخنوا واحد شويه، ولكن ما غيتكونش ندى من التحت. يعني هذه الطريقه بالعقل، يعني انا جربتها وحيدت هذا الخطا ليا، ولكن منين قالت لي هذه السيده على في لي كومونتير على هذا المشكل هذا، انا جاوبتها وحاولت انني نوصل لكم الاجابه. الناس اللي دايرين هذا الخطا
يحيدوه. الميكا ممكن انكم ديروها من التحت كما كتشوفوا هكا هانتوما، كتجميع للفضلات هانتوما، هذه كتجمع الفضلات، كدير واحد البانيو لتحت، كدير واحد الثقب صغير هانتوما كما كتشوفوا، انا غنوري لكم هو الثقب صغير، يعني هي كتبقى مائله هانتوما، يعني اي فضلات كطيح كتجمع كلها فداك الثقب، كيسيل من داك الثقب وكيطيح في واحد الاناء بانيو سطل اللي كان. المهم هذاك السطل ممكن انكم تخلصوا منه بسهوله، كتبقى الارض نقيه، انتم كتشوفوا الارض نقيه. اما باش تشدوا هاد الميكا وتغطيو بها الكاج ديالكم من الفوق وديروا بوله مثلا، او واخا ما ديروش كاع البوله، يعني غير التنفس ديالهم والحراره ديالهم ممكن انها يتجمع ندى ويطيح عليهم وتسبب لكم في واحد الامراض انتم طرينا عنها. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، خطا حاولوا انكم تفهموه، يعني انا كندير نحاول ندير حلقات، ولكن كنحاول انني نشارك المشاهدين معايا، يعني كنبسط الفكره وخذوا الفكره بذكاء، يعني فكروا انتم باللي راه تسريط الحراره من فوق غادي يجمع واحد الحراره، غادي تضرب في الميكا وغادي تجمع واحد الندى، حنا كنقولوا الندى، وغادي تجمع كقطرات وغادي يولي مشكل على الارانب. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا، قناه جميله غاديه بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم وعلى المشاركات ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، وتسكيو على زر جيم باش تساندونا، وتسكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.